وللحديث أكثر حول الهجمات الإيرانية على أربيل وتداعياتها على المستوى الداخلي والدولي، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين الكاتب والباحث السياسي أحمد العلواني. حياكم الله أستاذ أحمد. السلام عليكم، تحية طيبة لحضرتك والجميع مشاهديكم الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أستاذ أحمد. يعني أستاذ أحمد، كما تعلم إيران لربما لديها صواريخ باليستية تصل إلى العمق الإسرائيلي كما تدعي، ويعني لديها عداوة، وهناك أيضا نية لدعم القطاع المحاصر الذي يتعرض للعدوان في غزة. فلماذا استقربت إيران هذه المسافة وقصفت في أربيل؟ لماذا لم تقصف في تل أبيب؟ اسمح لي أن أشير إلى نقطة جدا مهمة، أنه لا يوجد ربط ما بين القصف الذي تعرضت له أربيل وما بين طوفان الأقصى وغزة. هذا الشيء غير صحيح. يعني اليوم الجانب الإيراني يشير إلى أنه استهدف أماكن تخص أنه المخابرات الإسرائيلية، لكن ما تم تداوله أو ما تم كشفه من حقائق تختلف عن ذلك تماما. يعني تم خاصة استهداف أن الذين سقطوا مدنيين. نعم تم استهداف منطقة سكنية، واستشهدت عائلة عراقية تتبع إلى رجل أعمال معروف في كردستان لديه شركة لتطوير عقار وأحد الاقتصاديين، ليست لديه أي موقف سياسي، حتى موقف سياسي ما عنده. يعني تم استهداف رجل أعمال عراقي، وهو طبعا الهدف من إيران. الكثير يعني يتساءل ليش أنه هذا التوقيت والقصف على كردستان. الغرض هو الضغط على حكومة إقليم كردستان. إيران تريد الرضوخ حكومة إقليم كردستان إلى إراداتها السياسية، هذه هي الحقيقة. إيران كاذبة، إيران لا تدعم القضية الفلسطينية، وإلا لو تريد يعني تدعم الجانب الفلسطيني تفتح جبهة لبنان التي منعت أنه أي شخص أنه يمارس أي عمل سياسي أو عسكري ضد إسرائيل. لديها قواعد عسكرية في سوريا ولديها قوات حتى جنرالات هنالك، لماذا لا تذهب إلى إسرائيل؟ يعني عندها خط تماس مع إسرائيل، لكن الحقيقة غير ذلك تماما. لا، انكشفت الأوراق جميعا. طيب، إيران اليوم ترتكب جرائم بحق الشعب العراقي. طيب، هذه الحجج التي تسوقها إيران بين الفينة والأخرى، الموت لأمريكا، الموت للشيطان الأكبر، الموت لإسرائيل، هذه الحجج التي يعني صدعت الرؤوس حقيقة بها، إلى أي مدى باتت تنطلي على جمهور كبير سواء من العراقيين أو لربما من الداخل الإيراني نفسه؟ أخي العزيز، اليوم انكشفت جميع الحقائق لدى الشعب العراقي ولدى الجمهور ولدى أيضا المواطن العربي، وحتى على مستوى العالم انكشفت إيران، أنه إيران اليوم تدعم الإرهاب وتدعم الجماعات المسلحة. لو كان عندها خلاف حقيقي مع أمريكا، كان لماذا لا تقصف القواعد الأمريكية بشكل مباشر؟ يعني قواعد أمريكية منتشرة. حتى لا تريد تقصف إسرائيل، ليش ما تروح تضرب أذربيجان اللي عندها حدود واللي عندها شركات إسرائيلية على الحدود ترفع العلم الإسرائيلي؟ يعني ليش تجي تضرب العراق؟ لكن الغاية من ضرب إيران للعراق وهو ليس المرة الأولى، هو للضغط على حكومة بغداد والضغط على حلفاء أمريكا في العراق لجرهم إلى مفاوضات من أجل الدولار. إحنا شرنا لهاي النقطة ومشخصية حتى منذ فترة، أنه إيران تمارس دور البلطجة السياسية في العراق وسوريا للحفاظ على مصالحها. خلاف حقيقي، صراع حقيقي ما بين أمريكا وإيران على أرض العراق، والضحية هو المواطن العراقي والمواطن السوري والمواطن اللبناني. إيران اليوم تعتاش على هاي الدول. طيب، ماذا عن التوقيت؟ لماذا الآن؟ هل تحاول الاستفادة من انشغال العالم في ما يحدث بغزة أم ماذا؟ نعم، إيران تلعب بأكثر من ورقة، حتى ورقة الحوثيين إيران تحركها ليس لأجل غزة، هذه كذوبة، وإنما لأجل مصالحها. تستغل الجانب التراجع الأمريكي في السياسة الخارجية. الجانب الأمريكي اليوم إدارة بايدن ضعيفة، تراجعت في المواقف الدولية. إيران قرأت الموقف، لذلك تستغل هذا الوضع وتمارس البلطجة. يعني سرقة باخرة عراقية من النفط العراقي مصدرة، سرقتها إيران سرق، والإعلام تكتم عنها وموقف الحكومة تكتم عنها. إيران اليوم تزاول نفوذ سياسي وعسكري
في العراق. والضربه كانت هي رساله، ضربه العراق وسوريا وباكستان هي رساله لدول في المنطقه، ورساله انه في حال لم نحصل على مصالحنا بشكل كافي سوف نوجه صواريخنا الى اي هدف شاء. لكن لا تستطيع ايران ضرب اسرائيل وامريكا، هذا حقيقه. ايران تخشى ان تقصف اي هدف حيوي او هدف حقيقي للجانب الاسرائيلي، لان الجانب الاسرائيلي سوف ايضا يرد. سارعت بتبرئه نفسها والتنصل من مسؤوليتها عن اي شيء يخص معركة طوفان الأقصى. يعني هنا السؤال أستاذ أحمد، كيف ترى أداء حكومة السوداني فيما يتعرض بهذا الهجوم؟ هل يكفي ما قامت به أم أنه لا يعدو كونه لربما إجراءات شكلية؟ أخي العزيز، الإجراء خجول جدا، حتى التنديد جاء متأخر. قسم من الأحزاب التابعة إلى حكومة السيد السوداني تبرر، يعني احنا شاهدنا مسؤولين وقرأنا لهم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحات رسمية أنه يبررون القصف، لكن الموقف على الصعيد الدولي موقف جدا مخزي، على الصعيد الداخلي أيضا مخزي. تحرك الجماهير أفضل من تحرك الحكومة، وهي ليست المرة الأولى اللي تقصف بها إيران العراق. اسمح لي أخي العزيز أيضا بنقطة جدا مهمة، العراق للأسف إحنا ما عندنا منطقة حكومة حقيقية، عندنا مجموعة أنه تدار في حكومة بغداد، لا تدار في الأصالة وإنما تدار في الوكالة أو الشراكة، الشراكة مع الجانب الأمريكي، ودائما الأمريكان يتكلمون عن حلفائهم وشركائهم، حتى الأكراد حلفاء، لذلك هو خلاف حلفاء ووكلاء، ووكلاء إيران الذين يديرون العراق. ما عندنا إحنا حكومة حقيقية. لو عندنا حكومة حقيقية ونقارنها مع حكومة باكستان اللي طردت السفير وقطعت العلاقات الدبلوماسية، هذا هو التصرف الصحيح. العراق ماذا فعل؟ مذكرة احتجاج بسيطة تكتب، هذه هي الحقيقة. للعلم هاي المرة الرابعة التي يقصف فيها الحرس الثوري الإيراني العراق، المرة الرابعة من 2016 2021. أستاذ أحمد، ألا يبدو أنه من المفارقات أن الذين كانوا يقاتلون إلى جانب إيران في الحرب العراقية الإيرانية الآن موجودون بالحكومة ويعني يرفعون لربما طلبا لمجلس الأمن لإدانة هذه الاعتداءات التي تنفذها من كانت يعني دولة تابعين لها؟ أخي العزيز، لو كان عندنا حكومة أكو قاعدة سياسية، ليش إحنا نتكلم إنه دولة ما يستحقون يديرون بلد بحجم العراق؟ قاعدة سياسية تقول الدبلوماسية مقابل الدبلوماسية، والمدافع مقابل المدافع والدبلوماسية. إحنا اليوم حتى هاي الأطراف اللي ذكرتها حضرتك اللي كانت قاتل الجيش العراقي مع الجانب الإيراني مثل 9 بدر أو غيره وغيره، اللي كانوا هم حاليا بالوقت الحالي يشكلون حكومة، صحيح. لا يريدون جيش قوي، ما يريدون جيش عندك قوي. شكراً يعني حتى جزيلاً إحنا تسليح لك. نعم، عذرا للمقاطعة ولكن لضيق الوقت، كنت ضيفا عبر سكايب من برلين الكاتب والباحث السياسي أحمد العلواني، شكرا جزيلا لك.